ننتقل الآن مباشرة إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لنقل نتائج الجولة الأولى من دائرتي طلخة نبرو بمحافظة الدقهلية، فإلى هناك. للانتخابات واتخذت الإجراءات المنصوص عليها قانونا لشغل المقعد الذي خلا بإسقاط عضوية النائب المذكور، ودعت اللجنة العليا الناخبين بهذه الدائرة إلى الاقتراع لانتخاب نائب واحد واستكمال مدة العضوية الخاصة بهذا المقعد، ثم وضعت الجدول الزمني لهذه الانتخابات التي أجريت يومي 15 و16 4/2016 في الخارج، ويومي 16 و17 4/2016 في الداخل. وتنافس على هذا المقعد عدد 16 مترشحا من المستقلين والمنتمين للأحزاب، وذلك بمتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المهتمة بالحدث والسابق صدور تصاريح لها من اللجنة العليا. وانتظم العمل في اللجان الفرعية، ولم يحدث تأخير سوى في لجنتين فقط من 174 لجنة فرعية، ولم يتجاوز أقصى تأخير 30 دقيقة. وعقب انتهاء الاقتراع تلقت اللجنة العليا القصر العددي لتصويت المصريين في الخارج الذي بلغ 1587 صوتا، موزعين على 12 دولة عربية وأوروبية. وعدد الأصوات الباطلة في الخارج 8 أصوات، وعدد الأصوات الصحيحة 1579 صوتا. وكان أعلى تصويت للمصريين في المملكة العربية السعودية بواقع 1170 صوتا، ثم دولة لبنان 142 صوتا، ثم دولة الإمارات 142 صوتا، ثم دولة الكويت 91 صوتا. وتلقت أيضا اللجنة العليا الحصر العددي لتصويت المصريين في الداخل، وجاء على النحو التالي: عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 94,963 ناخبا، عدد الأصوات الصحيحة 92,702 صوتا، عدد الأصوات الباطلة 2,261 صوتا. وبعد إضافة أصوات المصريين في الخارج إلى أصوات المصريين في الداخل، أصبحت النتيجة على النحو التالي: عدد الناخبين المقيدين 416,442 ناخبا، عدد الحاضرين 96,550 ناخبا بنسبة حضور 23.18%، عدد الأصوات الصحيحة 94,281 صوتا بنسبة 97.65%، عدد الأصوات الباطلة 2,269 صوتا بنسبة
2.35%. وعطفا على ما سبق وإعمالا للمادة رقم 23 من القرار بقانون تابعنا مشاهدينا الكرام جزء من نتائج الجولة الأولى من مقعد طلخة ونبروبة محافظة الدقهلية والتي تعلن عنها الآن اللجنة العليا للانتخابات والذي أكد فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن هذه الانتخابات تمت بالفعل في الخارج يومي 15 و16 من هذا الشهر وفي الداخل يومي 16 و17 من هذا الشهر أيضا. تنافسها على هذا المقعد 16 مرشحا من المستقلين وأيضا المنتمين للأحزاب تحت متابعة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وفي الخارج كان عدد الأصوات 1587 صوتا وكان 1170 صوتا هو أعلى تصويت في المملكة العربية السعودية. ونعود مشاهدينا الكرام لمتابعة هذا المؤتمر. ناجح حسب النبي محمد الشوري على أن يكون الاقتراع يومي 26 و27/4/2016 في الخارج ويومي 27 و28/4/2016 في الداخل، وسوف يوزع على حضراتكم بيان تفصيلي بنتيجة الجولة الأولى من انتخابات دائرة طلخة ونبروة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.